أهلا بكم أيها الرائعون. هل من الممكن القيام بمهمة واحدة لتجلب ما تريد؟ كارولين باسو تكشف عن هذه المهمة الرائعة جدا التي تمكنك من جذب كل ما تريد. مرحبا بكم أحبابي مرة أخرى. تقول كارولين: عندما تتمنى لأحد الخير والبركة، هذين العملين يشعرانك فورا بالرضا. أن تدعو لأحد بالخير يعني ببساطة أن تطلب له هبة إلهية أو تتمنى له الرفاهية والازدهار. عندما تتمنى لأحد الخير، أنت تدخل على الفور في اهتزاز الحب. كل ما تتمنى للآخر يعود إليك أيضا لأنك المصدر. وبما أننا مرتبطون طاقيا مثل كما لو كنا شخص واحد، فأنت ترسل الحب للجميع في كل الأماكن. إذا تمكنت من الثناء والدعاء حتى لأعدائك ومباركتهم، فلن يكون هناك شيء سلبي في حياتك. إنها حرية كاملة، تشعر بالحرية من كل استياء وخوف. أنت تستأنف كل قوة حياتك، ويمكنك إذن جذب كل شيء. الكون يصبح ملعبك، يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريد في هذه الطاقة من الحب والوفرة. تذكر شيئا واحدا فقط. تقول كارولين: مهمتك البقاء على اهتزاز الفرح والسعادة في أغلب الأحيان ما أمكنك ذلك، وبالتالي سوف تكون مصدر الوفرة اللانهائية الخاصة بك. هذا الكلام الرائع من كارولين باسو يبين طبعا أن أهم شيء بالنسبة لعلوم الطاقة وقانون الجذب هو البقاء دائما على تردد الفرحة والسعادة. عزيزي المستمع، إذا كنت تستطيع أن تبقى دائما في هذه الدبدبات الرائعة، كن على يقين كل ما ترغب به سوف يتجلى بإذن الله بكل هدوء في الوقت المناسب، لأن ترددك يكون مشابها لترددات الأخبار الرائعة المتميزة. يوسف حسن، في أمان الله.